نروح بقى معاكم مباشرة على مقر موقع يلا كورة وزميلتنا العزيزة نورهان طمان اللي هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع، وبالمناسبة هيكون كمان معاها لقاء مع الأستاذة منة عمر الصحفية بموقع يلا كورة. صباح الفل عليكم، اتفضل. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر موقع يلا كورة نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، وكمان معانا ضيفتنا النهاردة الصحفية المميزة من موقع يلا كورة منة عمر للتعليق على أخبارنا. ونروح لأول أخبارنا من جريدة الأخبار. قبل مواجهة ليبيريا وديا، معسكر الفراعنة كامل العدد. أما تاني منشط معانا من موقع وجريدة اليوم السابع، مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا الليلة. وأخيرا نجمنا المصري محمد صلاح من موقع يلا كورة بهدفه في بورتو، صلاح يعادل إتو بين سلسلة أرقام مميزة. للتعليق على أخبارنا معانا الصحفية منة عمر من صحفية في موقع يلا كورة. أهلا بك يا منة، برحب معاكي معانا على شاشة قناة الأهلي. صباح الخير عليك يا نورهان، وصباح الخير على كريم ونهواند وكل متابعي قناة النادي الأهلي. مبدئيا طبعا معسكر المنتخب وقائمة المنتخب، سريعا يعني قولي لنا رأيك في القائمة ووجود ورأيك في السبع لاعبين من النادي الأهلي في داخل القائمة. هل يعني هل في حد كان ممكن يكون موجود؟ هل في حد ما يستحقش يكون موجود؟ رأيك إيه؟ بداية ماتش الودي بتاع ليبيريا ان شاء الله هيتلعب بكرة، اعتقد الماتش ده كان في وقته جدا، المنتخب كان بحاجة ان هو يخوض مباراة ودية قبل ماتشين ليبيا المهمين جدا طبعا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم. وضع مصر في المجموعة مش سيء، احنا كسبنا انجولا وتعادلنا مع الجابون، لكن كان الاعتراض على شكل المنتخب، ما كانش فيه روح، ما كانش فيه زي ما بنقول كده شكل وأداء يرضي الجماهير، وبالتالي كان في التغيير وتم التعاقد مع كارلوس كيروش. كيروش طبعا ما بقالوش فترة طويلة، خلال الكام يوم اللي هو مسك فيهم المنتخب حاول يتابع بعض اللعيبة عن طريق الفيديو، هو قال كده. كمان كان موجود في ميران الزمالك، كان موجود في الماتش السوبر مع طلائع الجيش، قدر من في الوقت القصير ده ان هو يختار مجموعة من اللعيبة. المجموعة دي كان فيهم سبعة من الأهلي، أعتقد ده القوام الأساسي بتاع النادي الأهلي. زي ما قلنا، زي ما أنت ما قلتي، فيهم سبعة لعيبة، عندنا شريف، عندنا شناوي، عندنا أكرم توفيق، عندنا حمدي فتحي، عمرو السولية، عندنا أفشة. يعني إن شاء الله يقدروا إن هم يظهروا بشكل جيد في الماتش بتاع ليبيريا، بحيث إن هم يبقوا بعد كده ضمن القوام الأساسي للمنتخب. طيب نروح بقى لمحمد صلاح وأرقام قياسية يعني خارقة، نقدر يعني لو وصفناها بكلمة خارقة مش هتبقى قليلة. احنا بقينا بنشوف محمد صلاح بيسجل كل مرة بقى الأمر معتاد بالنسبة لنا، بعد ما كنا بننبهر ان في لاعب مصري ايه ده بيسجل في الدوري الإنجليزي، ده بيسجل في دوري أبطال أوروبا، احنا خلاص اتعودنا ان محمد صلاح بيسجل. أرقام صلاح القياسية انت شايفاها ازاي؟ زي ما انت ما قلتي يا نورهان، في ناس كتير فعلا ما بقتش تركز مع ارقام صلاح، لان هي بقت تشوفها ان هي حاجه عاديه، بقت بتحصل كل يوم ومش جديده. صلاح بيوجه رساله لكل العرب، بيقول لهم ما فيش، انا ما اتقارنش باي لاعب عربي، ودي حقيقه. يعني بورتو من ضحايا صلاح المفضله يعني ما بين الانديه، قدر ان هو يسجل فيه اربع اهداف، بهدفين صلاح اللي سجلهم في ماتش امبارح، قدر ان هو لو استثنينا الادوار التمهيديه في تشامبيونز ليج يبقى سجل 31 هدف، وكده هو تخطى رقم إتو 30 هدف، وقرب من رقم ديدي دروجبا اللي هو 44 هدف، ومش بعيد على صلاح ان هو يوصل لرقم دروجبا وان هو يحطمه كمان. عموما صلاح قدر ان هو يسجل 35 هدف في دوري ابطال اوروبا، ورقمه ده خلاه في المركز ال 19 في قائمه هدافي تشامبيونز ليج، ومعدي رقم روني 34 ورقم جيرد مولر برده 34. طيب سريعا بقى، مواجهات ناريه في دوري ابطال اوروبا الليله، ايه الماتش اللي مش هينفع تفوتيه النهارده في الاربع مواجهات؟ الاربع مواجهات الهامه يعني. اكيد النهارده ماتش يوفنتوس وتشيلسي هيبقى ماتش مهم جدا، لكن اعتقد من وجهه نظري يعني ان ماتش برشلونه وبنفيكا هو يعني بالورقه والقلم هو الاهم، لانه وضع برشلونه من بدايه الموسم مش جيد خالص، سواء محليا او اوروبيا. اول جوله ليه في دوري ابطال خسر قدام بايرن ميونخ 3-0 وكان على ارضه، كمان محليا وضعه مش جيد
الاستاد، كان في المركز الثامن لحد وقت قريب. فبرشلونه يعني محتاج ان هو يكسب النهارده، مش ان هو كمان يتعادل، لا محتاج ان هو يكسب النهارده علشان يعني ابقى اسم برشلونه موجود لسه في المجموعه. اي نتيجه غير الفوز النهارده سواء تعادل او هزيمه هتربك الحسابات بتاعه النادي، خصوصا ان كومان اصلا عليه كمان ان هو احتمال يمشي. يعني كمان في ماتش يونايتد وفيريال، وده ماتش ثأري طبعا ليونايتد، لان فيريال كان سبب انه يخسر لقب دوري الاوروبي النسخه اللي فاتت. بشكرك جدا يا منى، وبرحب يعني متشكره جدا ليكي وجودك معنا في قناه النادي الاهلي. ميرسي يا نورهان، نورتونا. ميرسي مشاهدينا. طبعا خلينا نفكركم بابرز اربع مواجهات اليوم في دوري ابطال اوروبا. يوفنتوس وتشيلسي، بنفيكا هيواجه برشلونه، مانشستر يونايتد هيواجه فيريال، بايرن ميونخ هيواجه دينامو كييف. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع يلا كوره. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. شكرا ليكي انت جدا، وشكرا اكيد جزيلا لضيفتك العزيزه الاستاذه منى عمر، وصباح الفل عليكي.